أحييكم مرة أخرى، وفقرتنا دي عايزين نتكلم على منطقة الشرق الأوسط. مفيش حد يقدر ينكر أن منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بتعاني من أزمات جسام. الأزمات دي محتاجة لحلول سريعة وجذرية، لأن الأوضاع ممكن تتفاقم والأزمات ممكن تزيد بل وتخرج عن السيطرة. طبعا على رأس هذه الملفات أنا بتكلم على القضية الفلسطينية، خاصة أن القضية الفلسطينية يعني نتكلم تحديدا على قطاع غزة. قطاع غزة بيعاني بين الحين والآخر لضربات موجعة من الآلة العسكرية الإسرائيلية. أيضا الوضع في سوريا ليس بالهين بل هو خطير على البلد، لأن عبثت بأرضها جماعات الإرهاب، والمصير ما زال حتى الآن مجهول رغم أن سوريا عادت مؤخرا للجامعة العربية. طيب ما بين غزة وسوريا بنلاقي السودان، والسودان فاجئتنا والشعب بيعاني من ويلات صراع دائر هناك حاليا. عندنا عدد كبير من اللاجئين السودانيين الهاربين من ويلات هذه الحرب، كلهم مصيرهم مجهول. كل هذه القضايا على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي. طيب تعالوا نشوف رأي المجتمع الدولي إيه في هذه الملفات. بيسعدني أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة عبر تطبيق زوم السيد سامويل ويربرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية. مستر سامويل صباح الخير. صباح النور يا أستاذة رشا، شكرا لك، شكرا لقناة صدى البلد على هذه الاستضافة، وفعلا هذا شرف لي. أنا أعتقد أنه ممكن أول مرة أنا في هذا البرنامج في الصباح معكم هنا. لا كنت معنا في كوب 27 في شرم الشيخ تتذكر؟ بالضبط بالضبط بالضبط. نعم. ولكن كنا وجه لوجه، وهذا كنا وجه لوجه. صحيح صحيح. في دبي ونحن في زوم. صحيح. طيب مستر سامويل، خليني اقول لك انه هذه الايام المنطقه فيها العديد من الازمات. خليني ابتدي بالازمه اللي فاجئتنا كلنا، يعني ما كناش متوقعين ان الصراع يبقى بهذا الشكل، وانا تحديدا اتكلم على الازمه الحاليه في السودان. الازمه الحاليه في السودان، لو تقول لنا الخارجيه الامريكيه شايفاه ازاي؟ إذن أولا أنا أريد أن أقول أن بالنسبة كل هذه الأزمات، لأن ذكرتي في التقرير في البداية الأزمات المختلفة من السودان ومن سوريا وفي غازا، وبالرغم من كل هذه الأزمات أنا لازم أقول لك أن أنا متفائل. أنا متفائل لأن أنا شفت في حياتي كدبلوماسي أكثر من 20 سنة في هذه المنطقة كيف الشعوب في هذه المنطقة يريد أن يخد زمام الأمور، يريد أن يخد المسؤولية، يريد أن يطبق أفكارهم. لماذا لدينا مثلا هذا الصراع الآن في السودان؟ لأن منذ سنوات الشعب السوداني كان يقوم بإتاحة البشير من السلطة، وهم كان يطلب الديمقراطية والحرية، ونفس الشيء في سوريا ونفس الشيء في أماكن أخرى في هذه المنطقة. إذن بالنسبة هذا الملف، بالنسبة هذا الوضع في السودان، نعم بدون شك لدينا قلق شديد، خاصة الآن ما زال نحن نرى في شاشاتكم وفي كل الشاشات الأخرى هذا القتال المستمر، إطلاق الرصاص. إذن نحن نقرر دعوتنا لكل الأطراف لوقف إطلاق النار. نحن نرهب هذا الاتفاق الأخير في جدة بين الأطراف السودانية لتمهيد التراك إلى إيصال المساعدة الإنسانية، ولكن هذا ليس كافي. لازم نستمر في الضغط على كل الأطراف السودانية، الجيش السوداني وقوة الدعم السرية، لوقف إطلاق النار ولتنفيذ الهدنة. لأن الآن قبل هذا الصراع كان تقريبا ثلث، تقريبا 16 مليون من السودانيين كان يعانوا من الجوع ومن الفقر وكان يحتاج المساعدة الإنسانية، والآن تفاقم الأمور والأمور أسوأ من قبل. نعم. لذلك من اللازم نفتح كل الأبواب الممكنة لإيصال المساعدة الإنسانية للشعب السوداني. طب حضرتك مستر سامويل اتكلمت على المساعدة الإنسانية، لكن اسمح لي أقول أنه في بداية الأزمة أو بداية الصراع لما دار، أتذكر أنه السفارة الأمريكية في الخرطوم قالت لا أنا موجودة ومش حاجة رعاية، وبعدين حدث هذا الإجلاء السريع للسفارة والرعاية الأمريكيين في السودان، وده اداني مؤشر، خليني أقول أنه الرؤية الأمريكية أنه
المستقبل القريب ليس بالجيد أو غير متفائلين، خليني أقول. إذا لازم نفرق هنا بين المسؤولية لديه وزير الخارجية أنتوني بلينكين والمسؤولية أو الاهتمام لدينا بشكل عام بالنسبة للوضع في السودان. وكما رأينا بكل آسف مثلا منذ سنوات في بنغازي وفي أماكن أخرى، في نهاية المطاف لازم الوزير الخارجية، لازم وزارة الخارجية البيت الأبيض يأخذ المسؤولية بالنسبة للأمن الدبلوماسيين. وقمنا بنفس القرار، اتخذنا نفس القرار الذي أخذتها تقريبا معظم البلدان في العالم بالنسبة إجلاء رعاهم، إجلاء دبلوماسيين من الخرطوم. بكل آسف كنا نريد أن نبقى. أنا أعرف السفير الأمريكي جون غارفي، أنا أعرفه شخصيا وأنا أعرف منه هو وكل الفريق معه كان يريد أن يبقى في الخرطوم وكان يريد يستمر في التنسيق مع الأطراف المدنية السودانية الذي كان بها منذ سنوات بالنسبة للصداقة بين السودانيين والأمريكيين. ولكن بكل آسف من اللازم أن نقوم بحماية الدبلوماسيين وهذا شيء صعب جدا. ولكن بالرغم من ذلك كما رأينا هذه الأيام السفير جون غودفري هو كان في جدة في هذه المحادثات ومناقشات ومفاوضات بين الأطراف السودانية، وأيضا الفريق الموظفين الأمريكيين اللي كانوا في سفارتنا في الخرطوم كلهم الآن يشتغلوا من نيروبي من واشنطن، ولدينا فريق جديد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من يو سيادي مقيم الآن في نيروبي لإيصال المساعدة الإنسانية داخل السودان. إذا ما زال بالرغم من إجلاء الدبلوماسيين من الخرطوم لدينا الإمكانية لاستمرار في هذا التنسيق مع الشعب السوداني، ونحن في التواصل مع تقريبا كل الأطراف المدنية اللي كنا في تواصل معهم من قبل الصراع. طيب بالمناسبة يعني خلال الأزمة كان هناك العديد من الاتصالات ما بين الجانب الأمريكي مع الخارجية المصرية، تحديدا أنا أتذكر المحادثة كانت ما بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية مصر سامح شكري. يعني هناك، هل هناك تعاون ما بين الجانب المصري والأمريكي في هذا الموضوع تحديدا؟ إذا هناك تعاون بين الولايات المتحدة ومصر تقريبا في كل الملفات المهمة في الإقليم، وأنا لا أقصد أنه فقط السودان ولكن كل الملفات المهمة. أنا كنت كما تعرف أنا كنت دبلوماسي، أنا كنت أشتغل في سفارتنا في القاهرة 4 سنوات، وأنا أعرف عمق الصداقة والتنسيق بين الولايات المتحدة ومصر في كل هذه الملفات المهمة. ولكن أكثر من ذلك لازم نأخذ في العين الاعتبار الحدود بين مصر والسودان. إذا الفوضى وعدم الاستقرار وعدم أمن أو الفراغ الأمني في السودان هذا يمثل تحديد للمصر والمصريين، ولذلك نحن بدون شك نحن في تواصل تقريبا يومي في سفارتنا في القاهرة، في سفارة حكومة مصرية في واشنطن، بين الوزيرين نحن في تواصل دائما، ونحن لازم نكون في تواصل لأن مصر كانت وما زالت تلعب دور جوهري ودور مهم في كل هذه الملفات. صحيح. طيب بمناسبة التعاون خليني أقول على ملف في غاية الأهمية وهي ما يحدث الآن على أرض غزة ووصول مصر ونجحت في إيجاد هدنة ما بين الطرفين لوقف إطلاق النار لفترة، يعني برضو لدخول المساعدات الإنسانية لدخول المعدات الطبية، وأيضا كان هناك وساطة أمريكية في هذا الموضوع. شايف حضرتك يعني إمتى نقدر نوصل لمرحلة، يعني اسمح لي مستر سامويل أنا مش عارفة أقولها إزاي، بس أنا أتذكر أنه كانت هناك العديد من المحادثات ومصر بتشتغل فيها والولايات المتحدة لكي يجلس الجانبين، وبنتكلم بقى على دولتين مستقلتين والتعايش ما بين الدولتين، لكن إحنا الموضوع بعد قوي عن هذه النقطة. نعم بدون شك عندك الحق يا أستاذ راشا، بدون شك نحن بعيد جدا من أي إمكانية للجلوس على أي طاولة ونبدأ المحادثات والمناقشات حول حل الدولتين. ولكن هذا لا يعني أن من لازم أن نسقط أحد الخيار ونسقط أحد الحلم ونسقط أحد الهدف أمامنا، لا، من اللازم أن نستمر في الطريق إلى هذا الهدف. ولكن كيف الآن؟ نعم بدون شك ليس هناك ظروف مناسبة في الجانبين،
ليس هناك اتفاق الآن بين الأطراف الإسرائيلية، هناك صراع داخلي في في الحكومة الحكومة اليمينية، الإسرائيلية، نعم. وفي نفس الوقت لا نرى أي اتفاق بين الأطراف الفلسطينية. وبالنسبة لهذا الصراع الأخير، نعم نحن بدون شك نحن ندين العنف، نحن لا نريد أن نرى أي تصعيد، نحن ندعو لخفض التصعيد، نحن ضد أي إجراءات أهدية الجنب، ونحن نرى أن ليس من الممكن أن نستمر أو نستأنف أي حوار بين الجانبين في خلال هذا العنف. ومن اللازم أن نقول أن مرارا وتكرارا رأينا في هذه الإدارة، في إدارة سابقة، وتقريبا منذ سنوات، الدور الجوهري الذي تلعبه حكومة مصرية بالنسبة تحدي الأمور وخفض التصعيد في المنطقة. ولازم نشكر، وعندما نرى كما رأينا الأمس بيان رسمي من البيت الأبيض ومن وزارة الخارجية، وكل هذه البيانات تشكر وتتكلم حول الدور الإيجابي الذي لعبته الحكومة المصرية، لازم ندرك ذلك، ولازم نقوم بالشكر للحكومة المصرية لتلك الجهود، ومن اللازم أن نستمر في ذلك. نعم. نحن سنستمر في الحوار مع الإسرائيليين والفلسطينيين والمصريين وكل الأطراف الأخرى في المنطقة. مستر سامول، خليني أقول أنه يعني بتتوارد أخبار وبنقرأ طبعا التقارير إنه الإدارة الأمريكية الحالية غير راضية عن ما يحدث الآن في إسرائيل. يعني هناك، خليني أقول، شبه عدم توافق، مش عايز أقول خلاف، هو عدم توافق بعض الشيء بالنسبة للسياسة الإسرائيلية الآن. وأتذكر إنه يعني لو إحنا هنتكلم على المرشحين الآن للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، سواء أنا بتكلم على الرئيس الأمريكي جو بايدن أو حتى الرئيس السابق دونالد ترامب، الاثنين كانوا بيروحوا إسرائيل وبيتفقوا كده. لكن الآن هناك بعض التسريبات إن الإدارة الأمريكية يعني مش متوافقة مع التصرفات الإسرائيلية الحالية. إذن كما معروف، الولايات المتحدة لديها علاقة قوية جدا وتاريخية أكيد. مع الحكومة الإسرائيلية، والآن نحن ليس لدينا أي تغيير أو أي نية في تغيير سياساتنا تجاه الدولة الإسرائيلية، ولكن في نفس الوقت لازم نقول أن نحن نتعامل مع أي حكومة بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية أو أي حكومة أخرى بناء على سياساتنا وليس على الأشخاص أو الشخصيات أو الأفراد أو الأحزاب. لا، نحن نتعامل مع الحكومة بالنسبة لسياساتنا، ولذلك نحن نكرر الدعوة لكل الأطراف، الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية، لتجنب أي إجراءات أحدية تجنب هنا. نعم. طب هل ما يحدث الآن يؤثر على شعبية أي من المرشحين أو المرشحين المستقبليين في الانتخابات الأمريكية، خاصة إن إحنا بنتكلم إن بدأت بعض الشيء الحملات الانتخابية؟ إذن أنا ناطق رسمي في وزارة الخارجية. نعم، أعلم أعلم أعلم. أنا لست مهلل سياسي، وليس من الممكن أنا شخصيا صحيح. قانونيا ممنوع لي أنا أدخل في أي فرضيات بالنسبة للانتخابات الأمريكية المحلية، ولكن بشكل عام من الممكن أن أؤكد أن هناك اتفاق على صعيد واسع بين الأحزاب، بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبين تقريبا كل الأطراف في المجتمع المدني الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها علاقة قوية وتاريخية ومهمة مع الإسرائيليين، ونريد أن نكون لدينا نفس العلاقات مع الفلسطينيين. هذا ما رأينا في هذه السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، الوعي أكثر حول أهمية أن الولايات المتحدة تكون لديها علاقات مع الجانبين. ليس من الممكن أن الولايات المتحدة تلعب أي دور كوسيط إيجابي بين الجانبين مع العلاقات مع جانب واحد. ولذلك، وكما رأينا بكل آسف، الإدارة السابقة قطعت العلاقات مع الفلسطينيين، الإدارة السابقة قطعت المساعدة الإنسانية للفلسطينيين عبر أنوبرا. ولذلك هذه الإدارة رأت من البداية، من الأسبوع الأول، أن من اللازم أن نقوم بنستأنف العلاقات مع الفلسطينيين، من اللازم أن نقوم باستأنف
تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين عبر الأمم المتحدة. ليس من الممكن الولايات المتحدة تقول إن نريد أن نلعب دور كوسيط، دور بين الجانبين مع العلاقة فقط مع جانب واحد. ولذلك إن نفس الشيء أعتقد إن ممكن يطبق بالنسبة للمجتمع المدني وبالنسبة الناس الذي يصوتوا في الانتخابات الأمريكية، هم يرى إن من اللازم الولايات نعم. المتحدة أن تكون لديها علاقات مع الإسرائيليين والفلسطينيين. مستر سامويل ووربرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سعدت جدا بحواري معك ونتمنى اللقاء قريبا بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا